أنا أعتبر أن عملية الإصلاح هي عملية ذات أولوية، والنجاح فيها يتم في إطار مقاربة تشاركية وتضامنية ومؤطرة برؤية شمولية وتدريجية. وفي هذا الصدد أو التأكيد على أن المطلوب منا هو الانتباه إلى أن صناديق التقاعد المرتبطة بنظام المعاش صندوق يعني صناديق التقاعد المرتبطة بنظام المعاشات المدنية بدءا من هذه السنة ستبدأ في تسجيل عجز بدءا من هذه السنة، وسيتفاقم في السنة المقبلة إلى 3 مليار ديال الدرهم، ليتفاقم بعد ذلك إلى 125 مليار درهم في سنة 2021. وهو عجز، يعني أخذنا هذا العجز الكلي يعني أن كل يوم نتأخر فيه عن إنجاز الإصلاح يكلف المغرب 60 مليون ديال الدرهم.